هذا يا إخوان، هذا هذه الحالة اللي كنا فيها، لما اثنين من الإخوان يقولون استجواب تلو الاستجواب، استجواب تلو الاستجواب، وإحنا قدامنا وضع، حطيتكم الوضع الوبائي، ونعرف إحنا وضعنا الاقتصادي، ونعرف وضع التعليمي، ونعرف مدى كمية الفساد اللي لازم نواجهها. يقول استجواب تلو الاستجواب، ويريت واحد اثنين من النواب. يعني شو العمل؟ شو حالة البلد؟ يكفي أن جائحة كورونا ترى سكرت المجلس 3 شهور، جائحة كورونا، مو رئيس الوزراء ولا مجلس الوزراء ولا المادة 106، جائحة كورونا سكرت مرافق الدولة بما فيها مجلس الأمة أشهر. يا جماعة هذه ترى بالذاكرة، إحنا ما زلنا عايشينها، ما انمحت، ما هي من عقد من الزمن،